But my wife she booked it for today. زوزو سويتي بينا؟ ما شفتي التاريخ؟ يعني راح تبهذلينا هسه؟ الفيديو اليوم كلش حماسي، ليش؟ لأننا موجودين في جزيرة بوتن باي في أوهايو. طبعاً وصارت ويانا مشكلة من وراء زوزو ضمت راسها. شنو طبعاً تحكي أنا؟ طبعاً شوية وجت تنشمر بالبحر، بس الحمد لله الحمد لله حليناها. شوفوا هذا شنو صار. شوفوا الفيديو شنو صار ويانا، بس صار. قبل هذا شنو لازم يسوون؟ لايك. نعم. شير هالفيديو ويا أحبابكم. ولايك واشتركوا بالقناة وتابعونا. نعم. على الانستغرام اليوتيوب والتيك توك. يلا هواية طولنا عليكم، تعالوا خلينا نشوف الفيديو اليوم. في البداية فيديو اليوم راح يكون جدا مميز، في معلومات كثيرة، فجيبوا ورقة وقلم علشان تسجلون العناوين وتسجلون معلومات اللي راح أقولها اليوم لجزيرة بوتن باي. في البداية جزيرة بوتن باي هي جزيرة قريبة على ولاية أوهايو، وراح نروح لها عن طريق ميلر فيري اللي موجود بالبورت كلينتون، المنطقة في أوهايو. خليت لكم العنوان على الشاشة علشان تحطونه وتشوفون شقد يبعد عن بيتكم بالسيارة. خلينا اوريكم السيارة قبل انطلاقتنا، جهزناها، جبنا لنا سناك، اكل بالكولر، خلينا فواكه وشغلات بحيث انه ما احتاجينا ان نشتري اكل هناك. ايضا اشترينا خدمة انترنت علشان الاولاد يشوفون افلام على طول الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا وصلنا للميناء اللي راح يودينا على الجزيرة. مثل ما أنتم شايفين هنا أكو باركن كثير، تقدرون تبركنون سيارتكم وتروحون للجزيرة، أو الطريقة الثانية تقدرون تروحون للجزيرة بسيارتكم، وهاي هي الطريقة اللي إحنا استخدمناها لأن شفناها أوفر إلنا وأسهل إلنا بالتنقل هناك. أسعار التذاكر راح تشوفونها موجودة على الشاشة هذه، الاتجاه واحد الكبار 8 دولارات، الأطفال من عمر 6 إلى 11 سنة $1.5، الأطفال الأصغر من 5 ببلاش، البايسكل $2.5، والسيارة $19. طبعا راح تضربون هذه الأرقام باثنين علشان تكون روحة وردة، إحنا صارت معانا تقريبا $76. تقدرون تحجزون التذاكر أونلاين، أما التذاكر للسيارة فما تقدرون تسوونها أونلاين، لازم تكونون هناك وتحجزونها. وهنا اخذنا التيكتس ودخلنا احنا سيارتنا. طبعا كانت وايد سيارات، كان شوي ازدحام، طولنا على ما اجى دورنا وندخل للبوت احنا وسيارتنا. ومن دخلنا نزلنا من السيارة وصعدنا الدرج وصعدنا فوق علشان نشوف المنظر. كنا جدا محظوظين بالايام اللي رحنا لها حق جزيرة بوتن باي، لان كان الجو جدا روعة، كانت شمس وكان في نسمة هواء باردة. تمنيناكم ويانا يا متابعينا الحلوين. شلون الاجواء؟ كلش حلوة. ايه؟ هواء؟ هواء كلش حلو، يعني الحمد لله مو حار اليوم. اول ما وصلنا الجزيرة لفينا على ايدنا اليمين. طبعا في البداية هنا اكو الجولف كارت، الناس اللي حابة تأجر جاية بدون سيارتها، تقريبا الاسعار $100 واكثر باليوم على حسب المكان، او ممكن تسألون الفندق اللي انتو حجزتوا فيه ممكن تكون الاسعار اقل. احنا وفرنا اجينا بسيارتنا تقريبا $38. اول شي راح تمرون عليه اللي هو انكم تأجرون الهليكوبتر وتلفون الجزيرة. طبعا السعر يبدأ $40 للشخص الواحد، احنا كنا نريد جربها بس قلنا يلا خليها على المغامرة الجاية، فترقبوا الفيديوهات الجاية، ممكن نجي هنا او مكان ثاني، ليش لا. وراح ننطلق الان الى مغامرتنا الاولى ووجهتنا الاولى لهذا اليوم اللي هو الكريستال كيف او الكهف الكريستالي. كل الاماكن اليوم اللي راح نزورها موجودة يم بعض وقريبة، فلا تحاتون، راح تصفون سيارتكم بمكان واحد وراح نمر عليهم. متحمسين؟ يلا تعالوا خلينا نشوف. اول ما دخلنا كانوا حاطين هذه الكريستالات للبيع، وطبعا كل وحدة مكتوب عليها سعرها. سعر التذاكر علشان ندخل للكيف الكهف، طبعا هذا التذاكر شاملة دخول الكهف الكريستالي، الهاين ماين واينري يعني مصنع الخمر، وغلاس من الخمر او غلاس من عصير العنب.
طبعا احنا نريد فقط دخول الكافي الكريستالي، قالوا هذا سعر التذكرة، اذا انتم عاجبكم تاخذونه وما يتغير السعر. فالدخول اللي من عمر 12 سنة للكبار تقريبا 10 دولارات، الاطفال من عمر 6 الى 11 سنة 5 دولارات ونص، الاطفال اللي تحت 5 سنوات الدخول مجان. مثل ما شايفين على اليسار هو المدخل الكهف، على اليمين مدخل المصنع، وهذا عطونا اياهم التذاكر حق المشروبات. طبعا احنا ما راح نستخدمهم، هنا دخلنا للكهف علشان ننتظر دورنا ندخل داخل. واحنا واقفين سألت الاولاد كم عدد الدرجات اللي راح ننزل بيها للكيف. سو قلت شنو؟ 120. وانت كم وحدة تقول؟ 151. بابا اذا هم اذا جاوبت راح اعطيك 1000 دولار. 45 ستيب. كلكم غلط، اس 42 ستيب. واجا دورنا ونزلنا تقريبا مثل ما سمعتوا 42 درجة على ما تنزلون للكهف. طبعا جمعت معلوماتي قبل أن نجي على هذا المكان اللي هو من أكبر الكهوف الكريستالية في العالم، لكن احنا من نزلنا الصراحة كانت صدمة لأن ما كان هواي كبير، يعني متخيلة واو كلش كبير، لا كانت هاي النزلة بعدين نلف نشوف الطلعة نفس ما هي. هنا وقفنا على مود يشرح لنا شوية عن الكهف، وإن هذا الكهف اكتشفوه بالصدفة والعمال وهم قاعدين يحفرون. هاي هاي هي؟ خلنا نوقف هنا ناخذ صور. وطلعنا من الكهف متجهين حاليا إلى وجهتنا الثانية اللي هي البيريس كيف قريب بيمه. طبعا هذا البيريس كيف انتم لما تحجزون راح يعطوكم وقت، احنا اعطونا الساعة 5 ندخل الى. طبعا احنا وصلنا للجزيرة، طلعنا من البيت الساعة 10 ووصلنا للجزيرة تقريبا الساعة 1 او 1 ونص. تذاكر البيريس كيف بسرعة تخلص، فحاولوا تلحقون عليها وتحجزون بسرعة اول شيء. طبعا تشترون التذاكر من هذا المبنى المكتوب عليه بيريس كيف. تذاكر الكبار 8 دولارات، الاطفال من عمر 6 ل 11 سنة 5 دولارات، واللي اصغر مجاني. استغلينا الوقت واشترينا لهم اللي هو المايننج من نفس المبنى، وعلشان يسوون مايننج ويطلعون هذه الكريستالات او الاحجار. صراحة هاي التجربة كانت جدا رائعة، الاولاد استانسوا عليها وكلش حبوها. طبعا تجي كياسة تشترونهم على حسب كل كيس وسعره، لان كان في احجام، اكو كياسة كبار صغار، صراحة نسيت السعر. واو ايوني يو فايند ذا كريستال وان دايموند ماما لوك. شوي 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 يا بشر. ايه يكبون الكيس ويظل يعصر بيه. هذا كضيت عصرت والله. هاي وحده هاي وحده هاي اخذته، وشوف التشيز قاعد يطيح، قلت هذا الي اخذته. ماما لا طلع بيج قد طلع جولد. جولد جولد ناجت. وات 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 خلينا نشوفه. جولد ناجت. يس اتس ا جولد جولد ناجت. ماما لا هاي كريستال وجولد. شوف ايان شنو لقى. هاي الي لان لوني المفضل. ثانك يو ايان اجين. واو يا مور 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 بدت مور مور مور. واو لوك وات يو فاوند ارسنان بلو وان اند جولد. فيري جود ارسنان. ماما وير جونا بي ريتش. واو يا هاي سنبيعهم. خلوني اعطيكم معلومه مهمه، في هناك هذه الاماكن السياحيه اللي هناك للاطفال والكبار 5 اماكن، فممكن تختارون كومبو تيكت اللي هو يوفر عليكم، او سوبر كومبو تيكت. شو الفرق بيناتهم؟ الكومبو تيكت 3 من اصل 5 اماكن، السوبر كومبو تيكت تكون 5 اماكن كلهم. شنو هو الاماكن الخمسه المشموله؟ اللي هي البيريس كيف، بيت الفراشات، ميني جولف، المايننج، الفورت ميز، الروك وال، وبس. الروك وال او تسلق الحائط كان مسكر، وقالوا لي راح يكون مسكر لنهايه هذه السنه. وهناك قالوا لنا اعتقد ان المايننج غير شامل مع هذه التيكتات، فبقى عندنا بس الاميز، فاخترنا الاميز. والجوف احنا ما نريده، ولا البترفلاي لان مجربينه قبل. اولاد ايان يزن مستعدين للمغامره، راح تروحون المتاهه. اول ما تاخذون راح تاخذون هذا التيكت، تخلونه بالجهاز. شفتوا هاي الاحرف؟ راح تدورون عليهم اعتقد اني شيء. المهم لما تخلصون وتطلعون تجون هنا تعطونهم اياه التيكت، يعطونكم برايس. اوه
يا فما اعرف شنو هي البرايس، ان شاء الله تكون البيج ستون. وخلينا نشوف. اوكي هير كم هاي الستارت كلوك. اوكي لحظه بليز تريد اند كومبو تيكت فور باسبورت. اوكي سو اوكي ستارت بول سو انسيرت ات هير. لعبة المتاهة طبعا في البداية هاي الورقة هنا يسوون ستامب على البداية، معناته هنا بداية الوقت يردون يشوفونهم كم الوقت اللي طول على ما يلقون الأحرف. كان أكو يمكن 4 أو 5 أحرف لازم يدخلون داخل ويدورون عليهم. وراح نروح المغامرة أنا وياكم، وتعالوا خلينا نشوف. باي ذا واي أنا دخلت مجاني، يعني هم دخلوا وأنا دخلت معاهم بدون فلوس، ما حد سألني هناك، ما كان أحد واقف، ولأن أنا أوريدي ما عندي تيكت علشان أخذ الهدية فعادي. مثل ما شفتوا هذا هنا كان يزن سوى الستامب على الأحرف. طبعا لما يسوون ستامب يجي على الحرف نفسه، حرف الـ A يجي الستامب حرف الـ A، فهي هاي لازم يدورون. الصراحة تندخن شوية بيها. كنا ضيعنا أيان بهاي المتاهة. Just come follow me. لقينا أيان. I found it in. Wow. Here I am. وهذا شكل المتاهة من فوق. إذا حابين بس أطفالكم يدخلون وأنتوا تصعدون الدرج هنا فوق وتقعدون وتشوفونهم من فوق وين يروحون. هاي شوفوا كلها طلعت شقد كبيرة، وإحنا كنا ندور بنفس المكان. الموضوع مضحك، قولوا ليش. هسه تشوفون ليش. يعني طلعوا أيان ويزن منا على أساس إنه أقرب وما، وهذا هو الطلعة، هذا الباب وراهم كان. هاي الطلعة. وبعد ما خلصوا الاولاد نروح عند الفينش كلوك علشان يقولهم ايش قد الوقت اللي هم خلصوا بيه. هسه راح نروح نشوف راح يعطونهم هديه ولا لا. دخلنا للستور مره ثانيه لنشتري نفس التيكت. وكانت هذه الهدايا يختارون 3 أحجار منا على اليمين، وعلى اليسار كانت السلة بيها مطاط، فيختارون من كل سلة 3 شغلات. هذا عنوان بيت الفراشات، إذا حابين تزورونه طبعا كلهم قريبين على بعض، بعدنا بنفس المكان بكل الأماكن. حاليا اجينا على متحف السيارات القديمة، بعدنا مثل ما قلت لكم بنفس المكان، كل هذا قاعد نتمشى. طبعا دخول المتحف للسيارات القديمة مجاني، هذا هو مثل ما انتم تشوفون هذا برا. بعدين راح ندخل حق هذا المبنى، حاطين بعض السيارات واكيد هي من السيارات فورد القديمة. بعد ومن طلعنا من متحف السيارات مقابلة مباشرة هذا المحل، اشتروا بيه الأطفال الآيس كريم أيان ويزن وأرسلان، وإحنا ما اشترينا. بعد ذلك جعنا فوعد راح جاب السيارة، هي قريبة مو بعيدة، جابها هنا يم هذا المكان اللي هو المحل اللي بيع الآيس كريم. أكو قاعدة كلش حلوة هنا، جاب السيارة، جبنا الأكل مالتنا، قعدنا وأكلنا، وهنا المصيبة اللي صارت. قبل اقول لكم شنو صار معانا اللي هو اللي شفتوه بداية الفيديو هذا لما كان واعد معصب ليش، خلنا اوريكم هذا الاكل. جبناه فواكه خضرة جاهزة موجودة بالمحلات، جبنا دجاج، جبنا كبة وفطاير. اللي صار الله يسلمكم ان انا كنت قاعدة ادور على حجز للفندق بهذا اليوم ان نروح للجزيرة، لكن ما قاعد نلقى، وظليت ادور وادور وادور وما قاعد احصل، وفجأة حصلت وحجزته وكنت وايد مستانسة. كان الفندق كلش حلو، صحيح انه ما بي سويمينج بول عشان الاولاد لانه كله فول، قلت ما يخالف خلينا ناخذه. اتصلنا بهم هناك قلنا لهم احنا راح نتاخر بالتشيك ان لان نريد نفطر بالجزيره. اكتشفنا ان الحجز مالتي كنت حاجزته شهر 10 واحنا شهر 7، ذس واي انا مستغربه شلون لقيت هذا الحجز. وهذا اللي صار. اجا دورنا ان ندخل كهف بيري. طبعا بهذه الاثناء انا قاعده ادور على فندق وبعدني لحد الان مو محصله. هذا الكهف انصحكم وبقوه انكم تزورونه لانه كهف ساحر. شو القصه هذا الكهف؟ هذا الكهف تقريبا 52 قدم تحت الارض، وتم اكتشافه سنه 1813. طبعا اللي اكتشفه اللي هو الكومودور اوليفر بيري، عشان هيجي اسمه بيري، هو البطل وقائد معركة بحيرة إيري. هو محظوظ أيضا لأن خلال الحرب كان هو وأتباعه محتاجين إلى المياه، لكن ما محصلينه واكتشفوا هذا الماي بهذا الكهف.
طبعا هذا كيف بيري هو موطن لبحيرة نادرة تحت الأرض مليئة بالمياه العذبة. يقول هاي البحيرة غامضة للغاية، انه اللي يشرب من عندها انه يشفي على ايامهم اول، بس هسه لا، بس انها منظر. قبل كان في فندق الفيكتوريش مشهور كان مربوط بهذه المياه، كانوا ناس يجون ويستخدمون هذه المياه لان هاي تشفيهم قبل ما يحترق الفندق سنة 1919 وبقى للذكرى. درجة الحرارة تكون دائما باردة في هذا الكهف. طبعا اول ما تنزلون لازم تدلقون راسكم علشان لا يطق راسكم من فوق، ولما تنزلون السلالم لازم تمسكون علشان لا تزلقون وتطيحون، ديروا بالكم يعني لما تجون هنا. وحتى تحت شويه شلون طين وشوي اكو ما ينزل عليكم، فانتبهوا وانتم قاعد تمشون. يفضل انكم تلبسون شوزات مال رياضه حتى ما تطيحون. هذه هي البحيرة اللي موجودة داخل الكهف، شوفوها. لمحبين الشوكولات هنا اكو متحف يسمونه شوكولات ميوزيوم، ويمه كافيه للشوكولات. طبعا هو كلش صغير، صراحة ندخله ونشوفه، حاطين شي مثل متحف صغير للشوكولات، وبعدين اكو يمه يعني دخلون من داخل للجهة الثانية اللي هو كافيه يبيعون شوكولات، انواع الشوكولات وقهوة، فتقدرون تقعدون وتطلبون وتشربون اذا انتم حابين. حاليا رايحين على النصب التذكاري للبيري، طبعا هذا موجود ومشهور هناك واللي هو قريب يم الداون تاون. كل شيء هاي هنا الاماكن الموجوده بالجزيره، 5 دقائق بالسياره يعني كلش مو بعيدات. هذا النصب التذكاري شوفوه، هذا هو طويل، راح نروح له وراح تشوفونه. ابقوا معنا على اليوم الثاني، راح نوريكم جوله كامله بالداون تاون مالت جزيره بوتن باي. وصلنا الى، وكان قاعد يسكرون الساعة 6 يسكر، فاذا تبون تروحون الى لازم تروحون له من وقت. في الى تذاكر تدخلون وتصعدون فوق وتشوفون الجزيرة من فوق، بس مع الاسف احنا ما لحقنا عليه واجينا اليوم الثاني على اساس نريد ندخل، قالونا الانتظار تقريبا ساعة و45 دقيقة، فما رحنا. المنظر والفيو من يم هذا الصرح كلش رهيب، بس احنا راح نمشي داخل راح تشوفون منظر الماي وراء كلش حلو، يعني ممكن توقفون هنا وتاخذون الصور جميلة. واخيرا لقيت مكان النام بي اللي هو موقع ايرب ان بي، مو هو الموقع، احنا لقينا مكان بهذا الموقع. طبعا وعد قال خلاص انه ننام بالسيارة، لكن انا قلت له لا خلينا نروح لهذا المكان اللي هو يكونون ناس يأجرون البيوت مالتهم. لكن هذا البيت غير شكل، هذا البيت هو مخصصة للتأجير، مسويه مثل كأنه شقق، والبيت ما شاء الله لو تشوفونه كبير من برا، وبساحة لعب هنا شوي الاولاد قاعدوا يلعبون على ما يجي صاحب البيت. طبعا تقريبا 150 زائدا 22 اذا حجزت من الموقع نفسه، بس قلت له اريد ادفع لك كاش، قال لي ما في مشكلة، فدفعت كاش الى لما اجى 150 دولار، وفرت 22 دولار. وصل المفتاح ودخلنا للبيت، ما توقعنا حجم البيت من داخل هيك كبير، وكان الديزاين مالته اللي هو الديزاين القديم نظيف مرتب وحلو. لايتات فيه قليلة، في لوحات فنية، شوية الأولاد خافوا من هالموضوع. دخلنا لو تشوفون هنا الصالة، وبعدين صعدنا على الغرف. الغرفة أنا عبالي إنها غرفة واحدة، طلعت لا هي غرفتين مع حمام، يعني شبه جناح لنا. صعدنا فوق هنا وراح تشوفون هسه الغرفة. هذه هي الغرفة، طبعا هاي الغرفة مالتنا كلش كبيرة، وبعدين تجي الغرفة الثانية اللي هي غرفة الأولاد ينامون بيها، هم وايد واسعة وحلوة. المهم لقينا مكان ننام بيه بدل السيارة. حطيت لكم اسم المكان موجود على الشاشة إذا حابين تحجزون من عنده من الايرب ان بي، تواصلوا معه وتكلموا معه بالمسج، قولوا له ان انتو تردون تحجزون كاش علشان توفرون مثل ما احنا ما وفرنا. المكان حلو وواسع لينفع للعائلات الكبيرة، اوفر من الفندق اللي احنا كنا حاجزين بيه. الفندق اللي كنا حاجزين بيه تقريبا كان 195 دولار مع التاكس. وهاي طلعنا، الجو كلش حلو، هسه راح نركب السيارة وراح ننطلق لمغامرتنا.
قبل ما حركنا السيارة اتريقنا بالسيارة، وهذا اليوم هو لمحبين الطبيعة والبحر، ترقبوا هاي الأجواء بهذا اليوم. أول مكان مرينا عليه لأنه كان أقرب شيء لنا من مكان الفندق اللي احنا أجرناه اللي هو ماسي كليف سايد بريزيرف، هذا المكان يستحق انكم تمشوا. طب راح ناخذكم هسه. شنو 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 حياة عبال الصدق، احنا بالغابة مو خفت. لا بالغابة مو هنا جزيرة. اكو حيوانات اكو بس مو حيوانات مفترسة. رجعنا للسيارة وجبنا سبراي الباق لان كتلنا الباق، فسوينا سبراي وجبناه ويانا واجينا. نمشي ورش حتى نشيل الباق. ديري 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 يلا ديري ديري. واو four of them يلا ليتس جو لعب. يلا ليتس جو. هم زين خلصنا شغلنا. اشرح للمتابعين شنو اللي صار من الساعه. طبعا احنا بعد ما نزلنا تحت اخذنا الصور، صعدنا لقينا مجموعه واقفه ناس هاي متجمعه. شوفوا متجمعه هنا. شين قال لي سنيك. انت وين سنيك؟ باوع جوا اثنين بالحفره تحت، وحده مطلعه راسها. يعني الحمد لله لان الاولاد كانوا واقفين اكزاكتلي فوقها احنا ولا حسينا. الحمد لله. اي والله اي والله الله يحبنا. الف الحمد لله والشكر. كان قرصنا ووحده مبدله السنيك حاليا قاعد تبدل هدومها ذا بالجلد مالها. ذا بالجلد. طبعا سوينا فيلم رعب حق كل الناس اللي جايه راجعين. يلا اللي نشوفه دير بالك اكو حيه. لا تشوفوا اثنين حيتين. فيلم رعب صار فيهم. وإجينا على داون تاون، صفينا السيارة ونتمشى بشوارعها الجميلة في مطعمين أنصحكم إنكم تجربونهم. أول مطعم اللي هو فروستي بيتزا، محل البيتزا وايد يمدحونه. المطعم الثاني اللي هو أعتقد اسمه موس باك أند فيش بول، أعتقد هيجي. أوكي هذا يمدحون به السي فود. سوري. جربوهم وكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. واجينا على هذا البارك اسمها دي ريفيرا بارك، موجودة بالداون تاون للجزيرة. وشوفوا يمنا هنا المرسى، مكانه كان كلش حلو هنا. الأولاد استانسوا، أخذنا فترة يلعبون بهذا المكان على ما نروح للمكان الثاني. واجينا هنا لهذه اللعبة تقريبا قريبة كلش هنا، يعني مشي من هاي الحديقة اللي كنا بيها. اجوا والاولاد لعبوا هنا بيها تقريبا 6 دولارات لكل شخص. لعبوا شوي وبعدين انتقلنا للمكان الثاني. هذا هو المطعم اللي قلت لكم عليه بالبداية، الفروستي بيزا. جربوه وايد يحب، يعني كلش حلو، ويقولون انه هو يعني للعوائل عادي الاطفال. وهنا مثل ما تشوفون قاعدة اتمشى بالداون تاون وقاعدة اصور لكم الاماكن، الشوارع مالتها كلش حلوة الصراحة ونظيفة وجميلة، وكلش حبيناها هاي الرحلة واستمتعنا هواي هواية. وجينا هنا للساوث باس بارك، راح تشوفونها كلش حلوة. اكو اكتيفيتي مائية بكل مكان موجودة بالجزيرة، جيتسكي، الكاياك، باراسيلينج، يعني شنو الاكتيفيتيز المائية اللي تردونها موجودة هنا بهذه البحيرة وين ما ترحون بكل مكان. اقصد بهذه الجزيرة مو البحيرة. طبعا هنا هذا المكان جدا روعة، لو تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن قطعة من الجنة. هذا كلش مكان كلش كلش حلو. نزلوا اولاد سبحوا واحنا كنا قاعدين هنا فوق بهذا المكان ونشوفهم. ايان ويزن وارسلان دخلوا سبحوا واستانسوا. طبعا هنا مو رمل، يجي مثل الصخر الابيض. ايلاني مستغرب، هما هاي اول تجربه له بحياته يشوف هذا. هذا المكان ايضا تقدرون تسوون كامبينج. انا سويت سيرج هنا، ممكن تجيبون خيمه مالتكم او تاجرون من عندهم، بس مو متاكده اذا الايجار الخيمه 30 دولار بدون كهرباء
أو مع كهرباء تجيب 80 دولار. بهذا المكان مثل ما انتو شفتوا بشاطئ الواحد يسبح بيه، بمكان للكامبينج، ببلاي جراوند اريا مثل هذه اللي قاعد تشوفونها، واكو هنا بعد مثل كشك يبيع سناك. واذا جيتوا على هذه الجزيرة لازم تزورون هذا المعلم السياحي اللي صار شهير، اللي هي بينسون فورد شيب. طبعا هذه سفينة حقيقية كانت بأيام أول، حاليا جابوها هنا وخلوها وصار بيت. أنا على بالي بالبداية أنه هو فندق، لكن لا، في شخص يملكه. والدخلون طبعا أنا دخلت هذا المكان غلط، لا تدخلوا له، هو هذا صاحب البيت بس ما قالوا لنا شيء. بعدين إحنا يعني قعدنا هنا وصورنا وبعدين طلعنا، بعدين اكتشفنا أن هذا بيت خاص في مكان ثاني. هسه راح تشوفونه اللي هو هذا هنا، تقدرون توقفون وتشوفون وتصورون يم هذه السفينة، والناس حاطين هذه. شفنا لقيت اسمي زوزو، فاللي يروح هناك يصور وياها. هاي مو إلي بس لقيتها مكتوبة زوزو وقلب، فقاعد يسوون هذا السياج مثل اللي بفرنسا، ذكرني اللي يحطون المفاتيح الأقفال ويكتبون أساميهم للذكرى. جيبوا لكم واحد وياكم اذا انتم جايين هنا عشان تخلونه. وهنا اجينا على البيت اللي هو اللايت هاوس، كلش حلو، كان مسكر بس المنظر اللي مقابله كلش حلو مثل ما انتم قاعد تشوفون. تعالوا هنا اخذوا كم من صوره، والجو كان كلش حلو. وصلنا وياكم نهايه هذا الفيديو لهذا اليوم. وبعد شنو تريدين؟ ام المشاكل ها؟ ام الكوارث. المهم حلت المشكله بالنهايه، حلت بعدين المشكله. وين جويت؟ الساعه 8 بالليل اللي انحلت المشكله. يعني المهم يعني احسن ما نمنا بالسياره، كنت تنينا بالسياره انت. عافيه. اوكي حبايبنا، وصلنا لنهايه هذا الفيديو، لا تنسون انكم تشتركون بالقناه وتسوون لايك وتشاركون هذا الفيديو بين احبابكم، ونشوفكم على خير بفيديوهات قادمه. باي باي.